حياكم الله وبيض الله وجيهكم وجيه الحاضرين جميع الحضور، وإن شاء الله نخدمهم بفرحهم إن شاء الله. لا الحمد لله كل شيء سهل، ومحلات الحين توفر لك كل شيء، عرس كامل من وإلى محل واحد تقدر يعني تخلصه. أبارك الوالدي عبد الرحمن صادح، أقول له يعني بارك الله لك وبارك عليكم والله يرزقك الذرية الصالحة. ورحب ضيوفنا الكرام وجزاهم الله خير الذي شرفونا وحضروا مشاركتنا بالعرس ولدي عبد الرحمن، وأشكر قناة الريان التي دائما هي سباقة لحضور لمشاركة المعاريس في أفراحهم، ونشكر لهم جهودهم الطيبة. بينا مبارك لأخونا صالح عوض بولد عبد الرحمن، نقول له ألف ألف مبروك وعقبال الذرية الصالحة إن شاء الله، وإن شاء الله عقبالنا إحنا. الله يعطيكم العافية قناة الريان السباقة، وما قصروا يعني حاضرين في الاحتفالات جميعا يعني، وما قصروا يعطيهم ألف ألف عافية. أول شيء بارك المعارس، أقول الله يبارك لك إن شاء الله ورزق الذرية الصالحة وخير ما تدبر. وحبيت صراحة أشكر كل الأهل والربع اللي حضروا العرس واللي تعنوا، والله يعطيهم ألف عافية إن شاء الله. والفال العزابية وأنت قناة الريان ما قصرت، السباقين ما شاء الله في المحافل سواء على الصعيد الأسري ولا على الصعيد المجتمعي، الله يعطيكم الصحة والعافية ومبروك إن شاء الله. ولد عمي عبد الرحمن بن صالح بن محمد السنيدي اليافعي على الزواج، واتمنى له ان شاء الله حياه كريمه. بالاضافه الى ارحب في الحضور الجميع، وارحب فيكم انتم قناه الريان دائما سباقه في المناسبات في الفعاليات، دائما متواجدين، يعطيكم الف الف عافيه. نهنى ونبارك لابن الأخ الفاضل صالح السنيدي على زواج ابنه عبد الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد إن شاء الله، وأن يديم بينهما المودة والمحبة والألفة، وأن يرزقهم الذرية الصالحة بمشيئة الله وتوفيق إن شاء الله. ونحث أبنائنا الشباب من البنين والبنات على الإسراع بالزواج، لأنه حصن لهم، حصن لهم. قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، يوم القيامة. ونحث الأولياء الأمور بأن يخففوا من هذه المصاريف التي تذل كاهل المعرس وأهله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وشكرا لقناة الريان على هذه الاستضافة، وبارك الله فيكم جميعا. الله يبارك فيك، الله يجزاكم خير، ما قصرتوا.
الله يجزاهم خير اللي تعنا وجو ما قصروا إن شاء الله ونخدمهم في الأفراح بإذن الله. طبعا إدارة الرفاع عندهم جهود جدا يشكر عليها، كان النظام الحجز جدا مرن وجدا سلس، وفي حال أن أنا بغيت أغير ولا أعدل على شيء كانوا جدا مرنين ومعطينا لستة فيها تسهيل لكل المقبلين على الزواج، فيها من القاعات من تجهيز الأفراح من المطاعم من البوفيهات إلى آخره. أبارك أول شيء لأخوي علي بن يوسف الحمادي في زواج ولده محمد وجعلها مبروك، والله يرزقه بالذرية الصالحة إن شاء الله ويوفقه. يا أهلا وسهلا بجميع اللي حضر العرس، وتهنئة لمحمد بن علي جزاه الله خير اللي هو ولد أخوي يعتبر ولدي. طال عمرك. أولا مبروكين يعني محمد، الله يرزقه إن شاء الله الذرية الصالحة، والمباركات موصولة لوالدة المخرج القطر القدير علي الحمادي وكافة الأخوان. أتمنى إن شاء الله أن الله يرزقه الذرية الصالحة وينال السعادة وحظ وافر إن شاء الله من التوفيق في حياته المستقبلية. نقول أن هذا أول شيء نهني المعرس تهنئة خاصة حقيقة، وأيضا الشباب عليهم أن يكونوا حريصين على الزواج ولا يفوتهم القطار، كما نلاحظ في كثير من الشباب هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يتزوج، وإن لم يستطع فليصم، وهو يعني أغض للبصر طبعا الزواج. وهذا اللي أحث به الشباب ككل أن يحرصوا على الزواج، وهي البركة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعة إن شاء الله يكون فيها. الله يبارك فيكم واشكر كل من حضر واشكر قناة الريان. أبارك لولدي محمد، والله يوفق إن شاء الله، ورحب في الجميع إن شاء الله ونحضر عرسهم إن شاء الله، جزاهم الله خير كلهم كل من حضر. حنا جينا من الأردن نهني ونبارك لأخونا محمد في زواجه، وإن شاء الله ربنا يتمم له على خير وإن شاء الله بالرفاه والبنين. محمد بن عبد الله النصر يستاهل، وإن شاء الله الفال له الذرية الصالحة. أعتقد تهنيتي أول شيء بعد الوالد عبد الله بن محمد أخوي وحبيبي، يستحق صراحة هذا اليوم التكريم، الحضور الجميل الموجودين هنا. أعتقد استعدنا شوية ذكريات الماضي، في شباب تقريبا فترة طويلة ما شفناهم. نبارك له ونبارك لأسرته الكريمة. أعتقد شباب اليوم مقبل على مرحلة جدا مهمة، هي مرحلة الزواج. إحنا ما نقولها بالزواج المبكر أو الزواج المتأخر، لكن نقبلها أن الزواج يكون في منتصف العمر للشاب، في عمر 25 إلى 30. خطوة ممتازة، عليهن الصبر، عليهن يتحلى بالمسؤولية التامة،
فيقبل على حياة يؤسس فيها مجتمع، مجتمع هذا مجتمع القطري أو مجتمع الموجود حاليا غير مسؤول عن ذلك. لكن أتمنى صراحة من الشباب اليوم بما فيهم أبنائي أيضا أن يكونون على قدر المسؤولية بخطوة ممتازة تكون خطوة الزواج، هذه خطوة رائعة في الحياة، هي أهم خطوة للشاب طب تقريبا. فإن شاء الله نبارك لك كل المعاريس اليوم لأنه أنهم إن شاء الله ولهم ذرية صالحة بإذن الله. أهني محمد بن عبد الله بالبركة والله يرزقه بالذرية الصالحة إن شاء الله، ووفق الجميع إن شاء الله كلهم، وإن شاء الله ومبارك على النصر كلهم.